عزيز، بارحة شنو صار؟ كيف حدث هذا الحدث وصار يعني قتيل وجريح؟ بالحقيقة قبل ليلة من البارحة قوات الشغب اقتحمت ساحة الحبوبي بدون أي مبرر، بدأت تقمع بالأهالي والناس المدنيين، الناس حتى المراجعين. تعرف أنه ساحة الحبوبي هي مركز مدينة الناصرية، بها الأطباء، بها المجمعات، بها يعني غيرها الناس اللي تتبضع. قوات الشغب القمعية، القوات اللي عانينا منها من 2019 زمن عادل عبد المهدي المجرم إلى الكاظمي إلى الآن السوداني، عانينا من هاي القوات القمعية. قوات الشغب اللي دخلت واللي اقتحمت الساحة عاودت الكرة مرة ثانية وحاولت الدخول ليلة البارحة، إلى أن أبناء الناصرية حاولوا أنه يصيرون خط صيد ويكسرون هاي الفتنة. ليش جو لهنا؟ أنا شو يريدون القوات يعني بالحقيقة؟ بالحقيقة هذا الاندفاع، يعني حتى أهل الناصرية ما يعرفون يفسرونه شنو، إنه شنو سبب هذا الاندفاع من تجي أحاديات. هذه ألقوا القبض على الناشطين، أكو اعتقالات كثيرة، دعاوى كيدية كثيرة من 2019 لحد الآن. السلاح اللي استخدم سلاح مقاوم للطائرات، ماكو أي أسلوب. حتى لو كانت هناك أعمال شغب، وهي لم تكن هناك أعمال شغب، أكو هواي أمور تقدر تتعامل وياها هذه الأعمال، لكن السلاح اللي استخدموه سلاح مقاوم للطائرات بي كي سي اللي أدى لاستشهاد 2 وإصابة العشرات. إحنا اليوم من ساحة الحبوبي أعلننا الاعتصام، وراح نظل بهذا الاعتصام إلى أن تحقق مطالبنا، وهي الكشف عن القتلة، عن القوات اللي اقتحمت ساحة الحبوبي، عن محاسبة محافظ ذي قار، عن محاسبة قائد عمليات، عن محاسبة أعلى جهة بالمحافظة إلى أصغر مسؤول بالمحافظة. مساء العزيز، اسم الكريم؟ محمد جبار. مساء محمد، يعني رئيس الوزراء قرر بتشكيل لجنة عليا أمنية لمتابعة هذه الأحداث، هل لديكم أمل بأن يخرج نتيجة من هذه اللجنة؟ والله ماكو أمل، لأن جاي يتعاملون لحد الآن ويا المتظاهرين يعني معاملة قمع وإرهاب، سيلة ولا اعتداء على المتظاهرين، يعني ما لهم لا رأي ولا يعني مثل ما تقول فكرة بهيجي شغلة. لذا بالبداية هيجي، يعني النهاية شو راح تصير؟ ما تأمل كل شيء من عند هاي السالفة، لأن راح ترجع نفس الحالة اللي صاروا رئيس وزراء قبله، نفس الحالة راح ترجع. هل تستمرون بالمظاهرات والاعتصامات؟ راح تستمر الشغلة، زين، وتبقى لين يصير لها حل نهائي، زين، ولين الشغلة صارت ما أدري شلونها. يعني يا يجي يعني يدور منصبه بس الناس ما لها رأي. شكرا لك. عزيز الله عليك كامل. عزيز، يعني هل تبقى مظاهراتكم سلميه في الناصريه؟ احنا مظاهراتنا دائما سلميه من 2019 لحد الان، مستمرين مظاهراتنا السلميه وطلعنا على مطالب حقه. بس احنا خلينا نحكيها بالجلف بالعاميه، كونه رئيس وزراء شخص من الجنوب ومن العماره، يا اخي شنو تردونا من الناصريه؟ يوميا ما اخذ لكم حفنه منها من الشباب، شنو تردونا من عندها؟ فهمونا، جاي تقتلونا يوميا، تذبحون بينا على شنو؟ بارحة شباب 2 وعمر الولد خدتوهم من عندنا على شنو؟ 15 جريحنا من المستشفيات على شنو؟ غير نفتهم؟ انت من حاط لك احاديه البارحة تضرب عليها شنو؟ وين تتواصل بيها؟ الى متى؟ يعني شو تتوقعون يعني هذا الدم عبالكم مبطل يعني؟ بعد ماكو؟ العراق صار لكم؟ ملك مثلا؟ لا والله ما ننتهي لو نموت كل احنا. نموت كل احنا وما ننتهي. الله وكيلك ومحمد كفيلك. واحنا جاهزين ومعتصمين وهذا مكاننا لحد ما طلعون القتل الوليد البارحة طلعونا قدام الناس.